مشاهدينا الكرام متابعي قناة تلتا بي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معايا هذا السيد، هذا الصراحة اللي عنده واحد مأساة في حياته، لأنه جراو عليه من الخدمة وما خداش المستحقات ديالو. هو ولد مراكش، بغى يمشي غير يشوف وليداته، ما عندوش حتى داك الترونسبور باش غير يمشي يشوف وليداته. مسكين ما عندوش باش يكسي وليداته، جالسين غير في الزنقة. هانتوما جالسين غير في الزنقة، كيفرشوا مساكن غير في الزنقة، لا حنين لا رحيم، مفرشين مساكن غير الكراتون. كاع الناس اللي هنايا غير الشمش عليهم، ما كيلقاو باش يفطروا. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا هاد السيد غيعاود لينا المعاناة ديالو وغيطالب بالمستحقات ديالو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا خويا شنو وقع مع هاد السيد، مع هاد الباترون هذا اللي انا كنسميه ما عمره يشوف رحمة الله؟ اختي هاد السيد هذا ما فيهش الرحمة ديال الله. هادي دابا 4 شهور، هادي 4 شهور وعلى ما يزي، وحنا معاه، ما خلينا تحورنا معاه، ما خلينا ما درنا معاه. عاودينا بعدا شنو دار ليكم باش نفهموا. ولكن راه ما احنا هو مأزمنا. واخا عاودينا شنو المشكل اللي طرا بيناتنا؟ المشكل اللي الحاجة اللي وقعت بيناتنا هو هذا السيد هذا كان بغي يصيفطنا بلاش. خاوي الوفاق، وهي 4 سنين ديال الخدمة وعلى ما يزيد اللي معاه ديال الخدمة. وباش حنا منين تفاجئنا بان راه صافي راه ورمانا الزنقه، تتفاجئنا ترمانا الزنقه، قال لك سيروا جريوا فين ما بغيتوا، ما خلينا ماش ميسترا تبعنا معاه، ميسترا قانونيه والو. مشينا عند الانسبكتور ترافاي، مشينا حتى للرباط، قضيه مشات حتى للرباط، وشي حاجه ما كايناش. وحنا دابا حنا مرمين في الزنقه. رمضان مغير رمضان الفطار دوزناه هكاك، تنباتو في الزنقه، البرد الشمس، جات العواشر وكذلك نفس المشكل. وحنا كنعيشوها في الزنقه، وحنا كنعيشوها من عايشينها في الزنقه. حاسب واش اللي هو وصل هاد السن هذا عاد بغى يبدا تيعيش دوك داكشي اللي هو اللي ديال الانسان اللي سميتو ما نعرف. فين هما وليداتك؟ وليداتي في مراكش، انا ما شفتهمش هادي 4 5 شهور، هادي ما شفتش وليداتي. الوقت اللي جي الشهر وليداتك لا مراتك لا والو. انا باغي دابا كنخمم المركوب وكنخمم الكسوه، وما شاء الله وما شاء الله ما شاء الله. هاد السيد راه ما دار معانا والو ما شاء الله. تكرفص عليكم بزاف. تكرفص عنا اختي بزاف، تكرف ماشي غير شويه، تكرفص عنا بزاف. حتى باش تهضروا مع حبيا ما عطاكمش الفرصه. والو ما عطاناش الفرصه والو. هو دابا هو غايب مع راسته، يعلم الله بينا وبيه. واحنا حنا هنا مكرفصين ما شاء الله. باش كنطالب اليوم؟ كنطالبوا بحقه، ايه بحقنا. تفرحوا بحالكم بحال الناس. بحالنا بحال الناس. حنا تنطلبوا غير بحقنا اختي، ونفرحوا حتى حنا بحالنا بحال الناس، ونفرحوا وليداتنا. ولكن هاد السيد هذا راه ما عطانا حتى بوجه، عبر كيضحك عنا. لا اله الا محمد رسول الله. اي خير الكلام. كنتمناو انا ويديروا معاك بحال وعليك يا مولاي، لان هذاك حقك ما يمكنش شي واحد يقول لك لا. هذاك راه على كتافك ولا خذا لك على كتافك، ربي منه الله هو اللي غيخلصو. ولكن هذا ما كيمنعش انك تاخذ المسطرة القانونيه، واخا كتعطل شويه، ولكن الحمد لله. رقم ديال السيد حطيته في التعليقات غير باش نذكر المشاهدين ان السيد راه عنده مشكل في يده. مسكين راه يده مريضه، ماشي ولد كازا، راه ولد مراكش. يعني البعد مخلي وليداته ومخلي كل شيء. فكنتمنى يا ربي شي واحد يشوف فيه بعين الرحمه. الرقم ديالو انا حطيته. مشاهدينا ومتابعي قناه شفت فيه، وصلنا الى نهايه البث المباشر، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.